ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الفاشن ديزاينر ياسمين عمار. اهلا ياسمين، اهلا بك، منورانا. نورك والله. ربنا يخليك ياسمين. انت صغيره قوي، انت عندك كام سنه؟ 22. وبقالك كام سنه فاشن ديزاينر؟ انا بقالي 4 سنين في الكليه دي، دراستي اصلا. اوكي. واصلا ده كليه ايه؟ اقتصاد منزلي، قسم ملابس ونسيج. واصلا لو انا ما كنتش دخلت الكليه دي كنت هاخد بقى كورسز في الفاشن وكده. بالظبط. هو حلم عمري. فان انت بداتي في سن صغير، كان الحمد لله يعني حظك حلو ان انت دخلتي يعني مجال شغلك هو. ايوه الشغف يعني، الشغف بتاعك. بالظبط. طب حلو جدا. انت دخلتيها قصد يعني؟ ايوه. انا هي صدفه بس يعني، فاهمه لما الصدف بتيجي هي. حبيتيها. ايوه. حلو جدا. يعني اول مره تمسكي مقص كنت عندك كام سنه؟ كنت عندي مثلا 21 20 يعني. وانت في الكليه يعني؟ أيوة. قبل ما تدخلي الكليه ما كانش في بالك خالص الفكره؟ طب ده حاجه جميله جدا. انا قالوا لي قبل الهوا ان البليزر اللي انت لابساه انت اللي عاملاه. ايوه فعلا. مظبوط. ايوه. حلو جدا. احنا في 2021. موضه 2021 انا شايفه طبعا الابيض والاسود. ايوه طبعا. موضه جدا. غيره بقى في ايه تاني؟ في مثلا الزيتوني، الالوان الرماديه، البني الكاتم. البني يعني طالع موضه جدا، ترندي جدا. الالوان اللي هي الفقعه، اللي هي فسفوري يعني. ايوه لا مش اللي هي الفقعه، اللي هي مينت جرين. الرمادي اللي هو المايل على بين الرمادي والابيض. فراني. ايوه فراني. الفراني بتالي الغامق. ايوه. برضو طالع موضه جدا. أيوة الالوان دي. اوكي. طيب ايه اكتر سن بيجيلك يطلب منك ديزاين؟ يعني سن كبير ولا سن صغير؟ لا هما السن الصغير يعني. مثلا ما بين 20 ل 24 يعني، السن ده. اوكي. عشان متفاهمه معاهم يعني، عشان بفهمهم شويه. سنك واحد. ايوه بالظبط كده. طيب ايه اصعب ديزاين يعني اتطلب منك وكان فعلا اخذ منك وقت ومجهود؟ هو اصعب ديزاين اللي انا بدات بيه اصلا لنفسي، يعني ان انا اعمل حاجه لنفسي دي كانت اصعب حاجه. وان انا يعني اواجه بقى اللي انا خلاص بقى هواجه بقى وهعمل حاجه لنفسي وخلاص، دي كانت اصعب حاجه انا عملتها. عشان في البدايه اول حاجه كانت اول حاجه فكانت صعبه. انت بتعملي سواريهات و... أيوة. وحاجات عاديه. أيوة. للصبح وكده. اي كاجوال. وكاجوال. طيب ايه اكتر الموديلات يعني اللي بتحسيها لا دي يعني صعبه مش تنفيذها؟ مش السواريهات. عموما السواريهات تنفيذها صعب. صعب جدا. اوكي. وعادي ان مثلا حد يكون رفيع قوي او حد يكون مليان شويه؟ لا على حسب بقى الفيت بتاع الجسم مثلا. بظبط عليه الدريس مثلا يليق على الجسم ده ولا ما يليقش على الجسم ده. طويل قصير منفوش. يعني ممكن حد يجي لك يقول لك انا عايزه الموديل ده وهو مش هيليق عليها؟ لا بقنعها بقى ان هو مثلا ده مش لايق على جسمك. ممكن مثلا اللون ده مش لايق على بشرتك، ممكن نختار مثلا قصير طويل منفوش عشان انت رفيعه، صك مثلا عشان يلم الجسم، لون كذا اسود عشان يلم جسمك. بقنعها ان هي تظهر في احلى حاجه يعني. طب ابتديتي شغل بقى ان انت تعرضي على الناس، واجهتي صعوبه في الاول ان انت تقنعي الناس ان هم يجربوا الموديلات بتاعتك ولا هم اللي جم طلبوا؟ انا هم اللي جم طلبوا بصراحه يعني، لاني شخصيه بتكسف جدا. فاللي هو يعني هم اللي جم طلبوا مني. اصحابي قالوا لي لازم تعملي بقى، لازم تبتدي وتعملي حاجه. انت بتجربي في الكليه في نفسك بقى، لازم تجربي لنا حاجه. فاللي هو ابتديت مع واحده صاحبتي، وصاحبتي دي قالت لاصحابها بقى، فبداتي فبدا الموضوع يعني من هنا. جربتي مثلا تعملي فساتين افراح؟ ايوه جربت. بس يعني البدايه عملت اول فستان، كنت مرعوبه طبعا جدا. أكيد. وكنت خطوه جباره ليا ان انا بقى انتقل من الكاجوال للدريسز بقى وكده. فجربت فستان كده بس طلع الحمد لله يعني. الحمد لله. بدايه موفقه يعني لحد ما. الحمد لله. الحمد لله. طيب لو عايزين بقى ننصح البنات دلوقتي، خصوصا يعني ان شاء الله بقى ما بعد الكورونا هنرجع تاني الجامعه. ان شاء الله. ايه الاساسيات اللي في الشتاء لازم تكون موجوده في الدولاب، ما ينفعش اي بنت تستغنى عنها؟ وايه الاساسيات اللي في الصيف لازم اي بنت برضو تكون عندها وما ينفعش تستغنى عنها؟ في الصيف في بيزكس كده لازم تكون موجوده، في شميز ابيض، شميز اسود، بنطلون جينز بوي فريند، الجاكيت الجينز اللي هو القصير والطويل. ده في الصيف، ده الاساسيات لازم تبقى موجوده. في الشتاء بقى نفس الوضع بالظبط، بس بنحب بقى جاكيت جلد. جواكت الجلد لازم تبقى موجوده، الاسود، الهايكولات اللي هي بتبقى طالعه تحت اللبس على طول، دي التوبات لازم تبقى موجوده بالوانها الابيض والاسود عشان يليق على كله. هم دول بيليقوا على كله.
ممكن مثلا اللي هي الكارديجان، اللي هي بيبقى كارديجان سوف ده ابيض واسود برضو، بس الحاجات دي. طب عايزين نلعب شويه. انا يعني لو مسكنا باليتة الالوان، ايه اكتر لونين يعني، او الوان يعني، مش هنبقى لونين بقى يعني، انا عايزاكي تقولي لي تظبطي لي الوان. اي حد هيقول لك لا لا لا، ازاي البس مثلا ازرق زهري على مش عارفه ايوه ايوه لون ايه، ممكن بس الالوان دي الزهري بيليق بتليق جدا على بعض على جدا. البيج جدا. يعني دايما الناس بيبقى عندهم مشكله في ان انا عندي هدوم في الدولاب كتير، ايوه بس انا فعلا مش عارفه انسقهم انسقهم مع على بعض. بعض. ايوه فممكن تقولي لي بقى شويه تنسيقات كده لالوان، نصايح للبنات. ماشي. ممكن مثلا الزهري يليق جدا مع الجملي، يعني لو جبنا الزهري مع الجملي مع بعض، الاتنين دول بيبقوا واو مع بعض في اللبس، يعني يطلعوا كده ممكن ما حدش على فكرة دي يتخيلهم. جديدة. ايوه ايه دي جديدة، ايوه الأصفر المستردة، لأنه طالع موضة ايوه جدا الفترة اللي والهافان، فاتت. الهافان على فكره موت ما بتقدمش، لا يعني الأصفر بقى ده بيتلبس عليه ايه؟ الاصفر، الاصفر مثلا غير على الأسود جملي، والأبيض. ممكن اصفر على جملي، الاصفر يعني يحب الالوان اللي هي زيه، يعني الجملي، البني، البني الداكن شويه، الدرجات بتاعه الاصفر دي بتليق على الحاجات اللي هي شبهه، يعني فاهماني؟ لا قولي بقى، يلا ايه اتكلم تاني؟ يعني اتكلم ايوه اديني ماشي. بقى. لا بصي اديني بقى باليتة الوان، يعني احنا انا عايزه شويه نصايح للبنات. انا الدولاب اهو وعندي شويه بلوفرات او بلوزات الوانها مش لاقيه لها ماتشنج، او ايه يعني الالوان اللي هي صعبه التنسيق، ايوه هننسقها ازاي؟ يعني مثلا الهافان ده موضة ما بتقدمش، الهافان طب احنا هنرجع للباليتة، بس احنا معانا دلوقتي صور ديزاينات انتي عاملاها، ايوه عايزين نتفرج عليها، يمكن نلاقي فيها الوان من افكار الوان للباليتة. تمام. ده 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 شمي، ده شميز شميز وبنطلون كاروهات. اسود ايوه كارو. اوكي، وانتي عامله الشميز والبنطلون؟ لا عامله شميز بس. الشميز بس. حلوة قوي. دي انا دي ده جيبه بليسي احمر ايوه مع بلوز سواري اسود. اوكي حلو جدا. دي دي البلوزه، دي دي نفس البلوزه. البلوزه لا هي دي اللي الواحده تانية، دي واحده بس تانية، نفس يعني بس الديزاين نفس بتاعها. الديزاين. بالظبط. وده دي الاورجانزا، اخترت الاورجانزا مع القماش بحيث ان هما يعملوا ميكس. وده حلو قوي. ده ايوه دريس ولا بلوزه؟ دي ودي جيبه برضو، هي نفس الجيبه هي نفس البليسيه الجيب. الاحمر. بس عشان مفتوحه ايوه فبان وسعها اكتر. جميل، حلو قوي ده. ده ديزاين كنت عاملاه اول ما ابتديت برضو. حلو جدا. انا برسم وبنفذ ديزاين. ده سكيرت، ده جوب والبلوزه. حلو قوي. ده ده الجوب اول حاجه ماتيريال عملتها بتاعتها بقى ايه اللي فات ده؟ ده اول. لا ده الطقم ده، لا ده ده ايوه. اول حاجه عملتها. ده الجوب ايوه قماشتها ايه؟ جلد. جلد اوكي حلو قوي. ده اخر حاجه عملتها. ده حلو قوي. بس بتهيألي الشغل على الجلد صعب. مش جدا، انا بقى عشان ابتديت لازم ابتدي بحاجه فاهمه صعبه. صعبة. عشان اتعلم فيها. والجلد السنة دي أصلا موضة جدا. جد ترندي جدا طبعا. ايوه طب أنسق الجلد ازاي؟ يعني مثلا أنا هلبس يعني شكل ايه الجلد؟ يعني هل أحسن إن أنا مثلا يبقى الفستان جلد، البلوزة جلد، لا السكيرت هي اللي جلد، أو يعني هو ايه كده كده أكتر الحاجات الجلد، الترندي اللي طالعة في الجلد السنة الجلد دي؟ طالع ترندي جدا جدا في الجياب والدريسز دلوقتي في السنة 2021. بس شغله بقى بالنسبة لك بيبقى صعب صح؟ صعب جدا طبعا، ان هو كمان ان الكسرات بتاعته تعملي ديزاين عليه ذات نفسه بيبقى صعب، فان انت تركبي الجلد بقى مع حاجة كده واو زي الجيبة دي فكان صعب طبعا. وبليه على اي جسم؟ لا طبعا، يعني لازم مثلا على اساس الديزاين اللي انت هتختاريه للجلد، يعني مثلا واحدة رفيعة زي كده، انا كنت رفيعة ساعتها فاخترت لنفسي جيب منفوش، سكرت منفوش عشان يبين فاهمة، يبان ان انا املى نفسي فيه يعني. ايوه إيه ومثلا لو واحدة تخينة شوية ممكن حاجة سكين بحيث ان هي تظبط تلم. جسمها. ايوه تلم، لان انا بحس ان الجلد بيتخن شويه. الجلد بيتخن فعلا، بيدي فوليوم شوية. بالظبط. ايوه بلاش منه. بلاش ليه ليه ده خلينا سيمبل. خلينا في الطب والشموع السنه دي. الشموع يعني ايه ايه بقى الخامات؟ بس انا طيب بحس ان الشموع مثلا ما ينفعش يتلبس كاجوال، ما بحبش البسه كاجوال، بحس ان هو مناسبات اكتر، حفله مثلا او كده. اوكي. ممكن البس شموع مع جلد؟
ممكن جدا. او يبقى في مثلا ميكس، او يبقى في موديل مثلا انت بتعمليه ميكس، بس ممكن مثلا فستان، فستان ادخل فستان فيه شمواه، ادخل فيه مثلا كم شمواه من هنا كده الاكس جلد، اعمل فيه ميكس كده. بيجي لك البنت مثلا الاول تقول لك انا عايزه فستان، فانت بتقعدي ترسميه لها، ولا انت بتتخيلي الديزاينات وهي تيجي تقلب بقى زي كتالوج كده مثلا؟ لا، هي مثلا بتيجي في مقتنعه بشكل معين، تمام، اقول اشوفها الاول ليه على جسمها ولا لا. يعني هي مثلا كل بنت بتبقى بتحلم بفستان معين ليها، او مثلا بتتخيل فستان معين يليق على المناسبه اللي هي رايحه، فايه فبقول لها ده مثلا ممكن ما يليقش، ممكن نحط كذا، نشيل كذا، جسمك يليق عليه كذا، لا اللون ده هيبقى حلو عليكي، اللون ده هيغمقك، اللون ده هيفتحك كده، حط التاتش يعني. طيب احنا في دراس اسود على الشاشه، ده سواري، ايوه حلو جدا ده، اوصفيه لنا بقى، ده عباره عن ايه، الخامه بتاعته ده ايه؟ قماشه ساتان تركي على قماشه تل. هي كانت عايزه تعمل، كانت هي رفيعه شويه، كانت عايزه تعمل نفشه للفستان، فاخترنا الميكس ده بحيث ان هو ينفش او يدي فوليوم اكتر. وكمان في ناس بقى مبقاش في التكاليف بتاعت مثلا الجيبونه، الحاجات دي بتبقى مكلفه، فممكن انفش لها الفستان بحيث ان هي ما تكلفش جيبونه والحاجات. بالتول ايوه اللي انت عاملاه في الفستان نفسه؟ ايوه تمام. وده القماش اوريدي عليه ستراس ولا انت ايوه مطرزاه؟ لا القماش عليه ستراس اوريدي، طب لو جالك حد عايز شغل تطريز. تطريز وحاجات ايوه كده بطرز بيبقى طبعا، موجود؟ ايوه بيبقى موجود، طب ده ورسم هايل، على القماش كمان. ياه، طب ده هايل جدا. طب كان في من فتره قريبه الطباعه او الرسم على القماش كان طالع موضه، يعني ايوه بشوف ترندي جدا، كونشوهات وعلى في الصيف الجينز. اللي فات ايوه تقريبا، ايوه وعلى على الجواكت الجينز، الجينز وعلى البناطيل الجينز والبوي فريند. وعلى بونشوهات كده ايوه وبتاع. دي مكمله معانا في الشتاء ولا لا؟ مش لا مش لا مش مش طالع. ترندي قد كده، هي بتبقى بس في الصيف عشان الالوان بتبقى بتاعت الصيف، الصيف بيحب الالوان انت طبعا عارفه، وبيحب طبعا الالوان الفاتحه وكده، فبتبقى في الصيف ترندي. والشراشيب اخبارها ايه معاكي؟ ايه لا الحاجات كفايه اللي فيها شراشيب دي؟ كفايه كانت بجد. طالعه موضه قريب ايوه برضو. كان طالع على الجاكيت الجينز من ورا، بالظبط ايوه، بالظبط. واللي من هنا من الكتف وكده. وفي الكم وكده، دي ايوه لسه مكمله ولا خلاص؟ لا كفايه 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 شراشيب بقى لحد كده. كفايه. يعني اللي عنده جاكيت بشراشيب يشيله بقى لغايه كفايه ما لحد الموضه تطلع كده. تاني ان بس شاء على الله. فكره يعني في حاجات ما بتبقاش، بتبقى مثلا على حسب ذوقك انت، يعني بتبقي انت حابه تلبسيها دلوقتي، مش لازم تكون ترندي ولا لا، فبتلبسيها، بتضرب في دماغك كده تلبسيها بالظبط. وخلاص. والستريس الاستراس بيبقى ترندي قوي 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 في الصيف، في شهر 7 بالذات، في السواريهات وكده، اوكي. ان انت مثلا راحه فرح ومش عارفه ايه، وبيبقى طب اخر سؤال قبل ما نختم، ايه اكتر الالوان الترندي في السواري السنه دي في السواريه طبعا غير الاسود، الاسود؟ طبعا طبعا غير الاسود. طبعا الاسود والموف، الموف. الموف طبعا، والبيربل اللي هو ما بين البنفسجي وما بين، فاهم، الموف كده، في لون بيربل كده موضه جدا. يعني اصل السنه اللي فاتت تالي كان الكشمير ايوه واخد ده. مكتسح طبعا. بالظبط. هل الكشمير لسه واخد لا البيج هو البيج؟ والبني الداكن في اوكي. اسمه طب ايه. حلو قوي، كل اللي عنده اي بيس بني طلعها من الدولاب البني خلاص ترندي السنه جدا دي الشتاء ترند ده. جدا. فحلو جدا ياسمين، انت نورتينا قلبي بجد، شكرا والله، منور منور بيكي بصراحه ميرسي والله. ميرسي جدا، وبجد كانت فقره حلوه قوي وبسطنا. وفقراتنا خلصت وحلقتنا خلصت، انتظرونا مع برنامج نص الدنيا، باي باي.